بس انا عاتب على سيادتك يا فندم. ليه بس؟ خير يا فندم؟ معقوله يعني مشغول حضرتك للدرجه دي عن ابن اخوك؟ انت عارف الولد فاته كام حصه؟ والله يا دكتور حضرتك لو تعرف ظروفنا انا ووالد الولد هتعذرنا، احنا على طول مسافرين يا خبر. يعني بابا معلش بعد اذنكم مكالمه خارجيه لو سمحت، استاذنكم. اتفضلي. اتفضلي يا مدام. انا مش مدام، انا ميس زهره. اتفضلي يا ميس. اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. طب استاذن انا. لا لا لا، رايح فين ده؟ احنا مصدقين نقعد مع بعض شويه عشان الولد. مقدر وقتك يا فندم. اتفضل. والله يا دكتور انت لو عرفت كم المشاكل والمشاغل اللي عندنا انا ووالد الولد هتعذرنا خالص. ما شاء الله. شغالين في ايه يا فندم؟ احنا شغالين في التصدير يا فندم. وحلو. هو ايه التصدير؟ اه طبعا حلو، احنا متصدرين القائمه في تصدير الفرو. الفرو. اه ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك مشرف اجتماعي هنا مش كده؟ انا يا سيدي عامر عبد الرازق مشرف الاجتماعي بتاع المدرسه، يعني شغلتي ان انا اعرف كل حاجه عن كل الطلبه هنا. وقبل ما اقعد مع معاليك انا اطلعت على الملف بتاع فريد واكتشفت ايه. اكتشفت ان ابو فريد موجود هنا، مش مسافر ولا حاجه، ده عمه هو اللي مسافر. يعني انا مسافر؟ تخيل. تبقى انت مين بقى؟ طيب احنا نجيب الحكومه تسال هي بنفسها. ملوش لازمه بيه. انت مين؟ انا قلت لهم بلاش يقفروا في لبس الشخصيه، هما اللي لبسوني زي عمرو عبد الجليل. ثانيه واحده ثانيه واحده، اقلع كده البوريطه دي. اه يا باشا خدش فرص خالص. انا عرفتك يا عم، انت فين يا عم من زمان؟ طب ادوناش فرص يا باشا، ادوناش فرص. اخد صوره سيلفي معاك، شد حيلك كده شويه. اول مره حد يصور معاه سيلفي دي. نشوفك في حاجات كتيره. ابتسم. طب يا باشا عشان يا باشا الفرو يا باشا بس، والخروف اللي انت لابسه هم لبسوني الخروف كله يا باشا.